السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي. اليوم إن شاء الله غادي نشترك معكم مقبلات أو سلطات مغربية اللي نقدروا نرافقوا بها الطويجنات ديالنا أو طبق سمك. منها اللي يعني كنا كنحضروا في مع الأهل ديالي ملي كنت صغيرة، ومنها اللي مبتكرة. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. تفضلوا معايا باش تشوفوا تفاصيل الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غدا نبدأ بسلطة الباربا. هنا خديت حبة بصل يعني كبيرة شوية، وشحرتها مع زيت الزيتون، ومن بعد غنزيد لها هنايا حبتين طماطم اللي كنكونوا زولنا منهم يعني البذور ديالهم باش ما تجيش حامضة. غنديهم يتشحروا مع بعض حتى طيب لنا طماطم، ومن بعد غدا نزيدو توابل. هاد السلطة هادي كنظن بأنها معروفة، نذكركم بها. هنا غدا نضيف شوية ديال المعدنوس، معلقة ديال صغيرة ديال العسل الحر، وشوية ديال الزنجبيل، شوية ديال القرفة، وشوية ديال الحار. يعني ممكن تستعملوا شوية ديال الفلفل الأسود يعني في مكان الحار. وصفه اللي كتجي لذيذه بزاف. صافي، هنا عندي الباربا اللي كيف العاده يعني طيبتها في الفرن يعني لففتها غير بورق الطهي، وكنطيبوها في الفرن باش كتحافظ على اللون الجميل ديالها. هنا غنديهم يتشحروا، يعني كاين اللي كيضيف هاد الوصفه هادي توم، انا ما كنضيفش فيها التوم، كنخليها غير هكذا، كتجي لذيذه بزاف، وكنخليها على جنب. غندوزو دابا باش غدا نوجدو السلطه الثانيه. هنا نفس الشيء، خديت حبه كبيره ديال البصل مع شويه ديال زيت الزيتون، غدا نشحرهم. هنا خديت القرعه قطعتها يعني على طول كيف ما كتشوفوا. هنا غنزيد ليها الملح وشويه ديال الحار وشويه ديال الحامض، وغدا نخلطهم مزيان. على ما تشحر ليا البصل تكون هذيك القرعه تلقات الماء ديالها باش ما غنحتاجوش نزيد الماء بتاتا. هنا كيف كتشوفوا على نار تكون مهيلة، كنزيدو هاد يعني القرعة. من بعد ما تشحرات البصلة، صافي هنا ها هي تشحرات، يعني صافي طابت، وما نخليوهاش حتى تهرى، يعني نخليوها شوية قابطة في راسها. هنا غدا نزيد ملعقة ديال العسل، وغدا نرجعها حتى تشحر واحد شوية حتى تشرب هذاك العسل. هنا خديت شويه ديال القرعه اللي غدا نحمرها شويه مع شويه ديال الملح وشويه ديال الحار باش غنزين بها سلطه القرعه. هنا غدا ندوزو باش غدا نوجدو هنايا سلطه بارده. هنا عندنا شويه ديال القزبر، شويه ديال البصله حمراء، وشويه ديال الملح، وشويه ديال الخيار، وشويه ديال الفلفل الحمراء، ومطيشه. كنخلطوا هاد المكونات مع بعض. وهنا عندي الكينوا اللي كنت مرقداها يعني ساعة، ومن بعد كنسلقها تقريبا 10 دقائق. وممكن تستعملوا في بلاصتها الكسكس، ممكن تستعملوا حتى الكسكسو ديال الذره حتى هو. صافي، كنزيدوا شويه ديال الخل وشويه ديال زيت الزيتون، وكتصبح هاد السلطه واجده سهله ماهله، كتجي لذيذه وخفيفه. نتمنى ان شاء الله حتى هي تجربوها. هنا غندوزو باش غدا نحضروا السلطه ديال الخيزو. هذه حتى هي يعني كنا كنحضروها ملي كنا صغار، كنظن بان كلشي كيعرفها. هنا غدا يعني خديت انا كنستعمل عصير البرتقال في بلاصه الماء، مش حال هذه كنا كنديروا غير الماء. خديت هذوك حبتين ديال الباديه لان كيعطي واحد المذاق زوين في خيزو، وغدا نديهم يتشحروا على نار مهيله حتى كيطيب لينا هذاك خيزو، يعني بلا ما نضيفوا الماء كتجي لذيذه هكذا من السماء اكثر. وهنا غدا نضيف غير ملعقه كبيره فقط ديال العسل الحر، ملي كنا صغار كنا كنديروا فيها بزاف ديال السكر، كتجي معلس معسله. خيزو معسل هذا معروف، يعني بزاف ديال الناس تيديروا حتى هو، نقدروا نخطروا به حتى الطويجنات.
هنا انا ضفت القرفه هكذا مطحونه، كنت يلاه طحناها، الريحه ديالها كانت مجهده. ممكن تضيفوا غير عويدات ديال القرفه الا ما بغيتوش يبان لكم اللون ديال، الا بغيتو تحافظوا على اللون الجميل ديال خيزو. صافي هنا كيف ما كتشوفوا معايا، بما ان ما فيهاش سكر بزاف ما علقتهاش بزاف غير شي شويه. صافي هنا غدا ندوزو هاد السلطه هادي فايت مني شاركتها معكم في الفيديو السابق، ما بغيتش نعاود نحطها هنايا. غدا نخلي لكم ان شاء الله الرابط ديال الوصفه، لان طلبتو مني باش نقسم لكم الوصفات، ما كتبغوش يكونوا الفيديو يكون طويل بزاف، داكشي باش بديت كنقسمهم يعني مؤخرا، مبقيتش كندير فيديوهات طوالين بزاف. ما عدا ملي كتكون وصفه وحده يعني متكامله ما عندي كي ندير ليها، اما بحال هادشي وليت كنقسمهم ليكم. هاد الوصفه هادي مبتكره وكتجي لذيذه بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها. بالنسبه للسلطه ديال خيزو، نسيت ما قلتش لكم، او الجزر، نسيت ما قلتش لكم بان انا زدت ليها واحد الفيلي ديال زيت ارغان. ممكن تزيدوا نتوما يا الزبده، يعني ممكن طيبوها بالزبده، الزبده والعسل، او الزبده والسكر على حسب الذوق ديالكم. صافي ها هما السلطه ديالي، منهم لي دافئه ومنهم لي بارده، صبحوا واجدين، ممكن يرافقوا جميع الاطباق ديالكم. بالنسبه ديال الخيزو، انا زينتها بشويه ديال اللوز محمر في الفرن، كتجي لذيذه بزاف. كاين اللي كيضيف ليها شويه ديال الزبيب هاد السلطه، كاين اللي كيضيف ليها المشمش، مهم على حسب الذوق ديالكم. انا حضرتها كيف كنا كنحضروها ملي كنا صغار، غير هي حضرتها ب يعني كميه السكر كانت قليله. هنايا الطبق اللي غادي يجي ان شاء الله من مورا هذا الفيديو، هذا الطبق سمك اللي جا رائع جدا، ان شاء الله غادي يعجبكم بزاف. وصفه اللي مبتكره حتى هي، نتمنى ان شاء الله جربوها وتردوا عليا الخبر كيف العاده. وغنخلي لكم ان شاء الله الفيديو يعني بعد الصور في اخر هذا الفيديو، باش تشوفوا يعني الفيديو القادم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجيو تشوفوا حتى هو، لان الوصفه زوينه بزاف، يعني ممكن تحضروها للضيوف ديالكم في هذا رمضان ان شاء الله. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله.